عجبتني قوي كلمه هي قالتها، قالت ان افضل قرار اخدناه هو ان احنا نيجي نعيش هنا في مصر. الفيديو اللي شفتوه دلوقتي للسيده المانيه اسمها اندريا، هي بتتكلم عن مصر وعن شعبها الجميل، وكان وراء هذا الفيديو مترجمه ومدربه للغه الالمانيه اسمها بسنت اسماعيل. بسنت صديقه شخصيه لاندريا اسرتها، وكانت لما بتسافر لهم في المانيا بتقعد تقول لهم ان حلم من احلامها ان هم ييجوا يعيشوا في مصر على طول بقى، مش مساله زيارات، ويبقى طبعا جزء من عيله بسنت. من كام يوم بسنت نزلت على صفحتها وقالت انا جايه اقول لكم ان حلمي اتحقق وقدرت اقنعهم ييجوا مصر ويقيموا فيها بشكل دائم. قصه جميله جدا، خلينا نتعرف على تفاصيلها مع بسنت اللي موجوده معانا في الاستوديو. صباح الخير يا مصر، منورانا يا بسنت. صباح الفل عليكي. صباح الفل. صباح الخير عليكي يا بسنت، اهلا بيك. اسمها صح كده اندريا؟ اندريا صح. وزوجها بيرنت. ها بيرنت اسم الالماني. شوفي في حرف الراء الار في الالماني مش بتتنطق في النص، فممكن اقول بيرنت او ممكن انتوا تقولوا بيرنت عادي. بيرنت. احنا المصريين. دي انت الالمانيه فبسهل عليكم بس مش اكتر. طيب الحكايه ابتدت ازاي بقى؟ ايه ازاي اقنعتيهم ييجوا يقيموا بصفه دائمه؟ انا افهم انهم ييجوا زياره. عملتيها ازاي بقى انهم ييجوا يقعدوا على طول؟ هي الزيارات يعني كانت اوريدي موجوده من زمان قوي، من سنه 2000 زي ما الصوره موجوده في الفيديو. يعني هم اول رحله ليهم كانت في مصر سنه 2000 في الهانيمون بتاعهم، اختاروا مصر ان هم ييجوا يعني يقضوا فيها هنا الهانيمون بتاعهم. بصراحه يعني ابتدت قصتنا، انا خريجه السن الماني، طبيعي اي طالب او طالبه في كليه الالسن بيدور على نيتيفز عشان يتكلموا معاهم يحسنوا اللغة وهكذا. نصيحة الدكاترة في الكلية دايما. تعرفت عليها عن طريق الفيسبوك عادي جدا، بعت لها اد ردت عليا، من هنا بقى قعدنا نتكلم. أول حاجة لفتت نظري إن هي بتحب مصر جدا، عارفة تفاصيل صغيرة قوي قوي عن مصر، عن الآثار، عن الأهرامات، القلعة، وبتحكي لي تفاصيل وبتقول، والتاريخ الفرعوني حافظاه كله يعني حقيقي يعني. فكل يوم بنتكلم، عيلتي عارفاها وهكذا. علاقتنا بدأت ان هي قالت ان هي هتيجي مصر وانا كنت حابة ان انا اقابلها بس وكدا. هي كانت بتيجي تزور مصر من 2000 زي ما انت قلت. هي يعني 2000 وبعد كده تقريبا سنة هي اول مرة جت بقى وانا استضفتها في بيتي، كانت سنة 2016 و 2015 حاجة كده. الموضوع بدأ ان هو كان سوء تفاهم في الاول، المفروض ان انا كنت هأجر لهم شقة تانية وهكذا، وفهمت غلط المدة الزمنية يعني انتوا هتيجوا امتى. في الاخر عرفت ان لا يعني للأسف الشقة مش متاحة، واقنعت والدي ووالدتي. بس كانوا جم مصر بقى، وطبعا انت كان في لبس حصل في الميعاد. لا لا بيوم طبعا بلغتهم ان الشقة مش متاحة واحنا حابين نستضيفكم عندنا في البيت واهلي مرحبين ومش عارف ايه، وفعلا رحنا جبناهم من المطار وجم عندنا. اول صدمة بالنسبة لهم او حاجة اللي هو ايه ده، واحدة علينا. أوكي. قبل ما رحت تجيبيهم من المطار كلمتي أهلك إزاي وأقنعتيهم إنه في ضيوف هيجي يقعدوا عندنا؟ ضيوف ما نعرفهمش. هو ضيوف، هو حرفيا يعني هم عارفين أندريا وبان لأني أنا بحكي عليهم كتير قوي. يعني أنا كل يوم حرفيا بكلمها، بحكي لها تفاصيل يومي، بعمل إيه، رحت الجامعة، ده أنا قدمت على إيه، كل حاجة، حتى المواد الصعبة اللي شايفاها بنتكلم. يعني أنا خلاص بقت جزء من يومي وهكذا. فوالدي ووالدتي عارفين، فقلت لهم طبعا ان انا حصل للاسف حصل حاجه غلط، انا يعني ترجمت الوقت غلط، والشقه دي اصلا كانت بتاعت عمته، وعمته هي اجرت الشقه لحد تاني ما كانتش تعرف، يعني انا اللي ترجمت الوقت غلط. فبالتالي لا احنا حابين احنا نستضيفهم عندنا وان شاء الله هيبقى حلو، ودي هتبقى فرصه ليا ان انا اتكلم معاهم على طول وهكذا. وبالفعل بابايا وافق ووالدتي طبعا. جبناهم من المطار وجم بقى، يعني اتفاجئوا ان ازاي هو ايه ده احنا كلنا هنسكن في شقه واحده. بالنسبه لهم طبعا دي حاجه غريبه، يعني هم عايشين لوحديهم في بيت مكون من دورين، فاللي هو ازاي عيله انا واخواتي الولدين ومامتي وبابايا وتيتا الله يرحمها برضو كانت موجوده معانا. فاللي هو انتوا كل ده هتعيشوا في الشقه؟ يعني بابايا طبعا كترحاب او كده الا انا اوضه النوم هيبقى ليهم عشان حاجه تبقى برايفت ليهم وهكذا. وفعلا جم بقى لقوا الاوضه بتاعتهم والدولاب فاضي وكل حاجه، وبقى اتفاجئوا ان احنا عيله
عايشه مع بعض، لان في المانيا دايما بيبقى في سن معين كده الطفل او لو هو عندهم ابناء او كده بينفصل عن العيله وبيعيش لوحده، كل واحد بيبقى ليه حياته وممكن يشوفوا بعض في المناسبات فاحنا قاعدين واحنا كبار في السن. الاسره اصلا ما كانتش موجوده وشافوها عندهم. بالظبط مظبوط. بناكل مع بعض الاكل المصري بقى، ماما طبعا عامله اول يوم يعني محشي طبعا محشي وبط، وهي اصلا فيجيتيريان فالموضوع بالنسبه لها لا يا بطه كده على السفره، فدي اتخضت طبعا. اتخضت طبعا يعني، بس زوجها يعني بياكل عادي وبيحب اللحمه وكل حاجه يعني. بس رايهم ايه في الاكل المصري؟ والله بيحبوه جدا يعني. هي فعلا بتاكل الحاجات اللي هي زي ملوخيه، الكشري ده بالنسبه لها حياه يعني، دي حاجه حلوه قوي. الفته اي حاجه يعني، هي بتاكل بقى اللي هو الرز المكرونات الحاجات اللي زي كده، وهو طبعا اي حاجه حبيبها يعني. والاكل عندنا مختلف يعني، ليه طعم، ليه فعلا طعم كده والريحه المصريه وكل حاجه عندنا بصمتنا في الاكل كمصريين. فهم بقى يعني ايه اتفاجئوا بان احنا بناكل في وقت واحد سفره واحده العيله كلها موجوده. يعني مامتي وبابايا بيكلموا مثلا اخواتي يطمنوا عليهم، وصلتوا الدرس، وصل الجامعه، مش عارف ايه، فكل الحاجات دي يعني فاجئتهم. جيراننا عارفين ان عندنا ضيوف، اللي جاي بقى جايب هديه، اللي جاي جايب اكله ناكلها سوا، احنا نروح كذا. فاول زياره ليا انا عايزه اقول لكم ان احنا رحنا الاهرامات، القريه الفرعونيه. انا الاماكن دي حرفيا كنت في اول سنه اولى جامعه انا عمري ما كنت رحت الاماكن دي، القلعه، المتحف جاير اندرسون. انت كان اول مره تروحيها وهم كانوا راحوها قبل كده؟ راحوا كتير يعني، هم كانوا المرشدين السياحيين ليا حرفيا يعني. المفروض ان كل الناس كانوا فاكرين انا المرشده السياحيه وطالعه معاهم، هم اللي كانوا بيشرحوا لي كل حاجه كل حاجه، كنت اول مره اشوف كل حاجه معاهم يعني. فطبعا دي حاجه يعني عظيمه جدا، كنت كل ما احكي لحد وما يصدقش يعني، ما يصدقش ان هم عارفين كل ده وكل حاجه. بس دي كانت اول زياره. وبعد كده رجعوا المانيا ونتكلم بقى على طول، خلاص بقى من اليوم ده مفيش اي مره هيجوا فيها مصر لازم يقعدوا عندنا. بالظبط، هنفضي الاوضه ونفضي الباب حرفيا، هي كده بالظبط، ونعمل محشي كل حاجه حرفيا. بيجوا كم مره مصر؟ هم بيجوا يعني، كانوا في الاول قبل قرار ان هم هيجوا مصر كانوا بيجوا مره واحده في السنه، شهر 11 مثلا او 12، ده بيبقى الجو بتاع ده بالنسبه لهم الجو الاوكي، لان يعني المانيا طبعا برد طول السنه ما فيش شمس غير قليل قوي، فهم جايين في جو يقدروا يتعايشوا فيه، يقدروا ان هم ايه يستحملوا الحراره، الحراره بتاعتنا في 7 بيهربوا من البرد هناك. بالظبط، وجايين بقى الحاجه مش عندهم برضو يعني، الشمس بالنسبه لهم دي حاجه جميله يعني، اول ما يبقى في جو شمس كده قاعدين في البلكونه يروحوا مصورين وبعتين بقى مثلا لوالدها البرت، هو لسه عايش ما شاء الله يعني عنده 85 سنه، وبتبعت له بقى دايما ده في شمس، ده في الحاجات اللي هي مش موجوده في المانيا يعني. بس لحد ما في يوم انا حاولت ان انا اقنع والدي ان انا عايزه اسافر المانيا، وده جزء من دراستي وانا حابه ان انا اسافر واشوف الثقافه واشوف بقى الحاجات اللي بدرسها على الورق والكتب دي. واندريا هتبعت لي انفيتيشن، الانفيتيشن دي دعوه ممكن اي عيله المانيه تبعتها لحد عشان يسافر يقعد فتره مع جاست فاميليا او عائله مستضيفه يعني مضيفه في المانيا. والحمد لله والدي وافق لان هو عارف اندريا وبيرن كويس قوي، شافهم بتاع مثلا 6-7 مرات عندنا، عارف دماغهم بتفكر ازاي. عايزه اقول يعني دول من اجمل الالمان اللي اتعرفت عليهم، بيعملوا خير كتير جدا، بيساعدوا اللاجئين في المانيا. عرفت برضو ان هم كانوا متكفلين بطفلة هنا مصرية من المرج، كان متكفلين بها بكل حاجة، ده من قبل اقامتهم في مصر. بيبعتوا لها جوابات، بيدفعوا لها مصاريف المدرسة، في الاعياد لازم يبقى في حاجة شبه العيدية كده حقيقي يعني. ورحت معاهم المكان ده لان اول مره يشوفوها كانت برضو في اول سفريه يعني، طلبوا مننا ان هم يروحوا يشوفوها بقى على الحقيقه. كان طبعا يعني هي مش عندها اولاد، فكان بالنسبه لها دي بنتها اللي ما شافتهاش، وكان يعني لقاء جميل جدا يعني. فانا والدي شاف ان العيله دي يعني جميله، وعشان كده وثق يعني ان انا اسافر وان انا اروح هناك. وبالفعل رحت هناك، قعدت حوالي 12 يوم.
بكون ساعتها بشتغل برضو، فدي كانت المده المسموح ليا ان انا يا دوبك. وهناك بقى شفت هناك؟ اتبسطت طبعا، لان يعني المانيا جميله، وحلم اي حد بيدرس الماني ان هو يسافر، ان هو يتفسح، ان هو يحتك بألمان، يمارس اللغه اللي هو درسها على الورق. هناك بقى انا يعني المحشي الالماني بقى هناك، لا هو الاكل بصراحه صعب قوي. هو اصعب حاجه الاكل، لانه ما فيهوش كده البهارات بتاعتنا والحاجات دي يعني شويه. بس لفت نظري بقى ان هم عايشين لوحديهم تماما، يعني هو في جيران وفي كل حاجه، بس هم الباب مش بيخبط خالص. يعني نمط الحياه مختلف، مختلف تماما. هو بيت الشغل، قاعدين بنفطر، بيفطروا عادي، بعدين لو في اي شوبينج هيعملوه، بس مفيش عيله، مفيش عمته وخالته وجيراني، لا للاسف يعني. فانا كلمت اول مره افتح معاهم بقى الموضوع وانا هناك. من هنا بقى جات لك الفكره؟ انتوا ليه ما تفكروش ان انتوا تيجوا عندنا وكده، انتوا خلاص بقيتوا من العيله يعني، يعني قرايبي عارفينكم، اصحابي في الجامعه، اصحابي في الشغل، كل حاجه، فانتوا ليه ما تجوش مصر ازاي؟ وانا جوزها بيشتغل وهي بتشتغل، هي جوزها اكبر منها ب10 سنين، فهو كان عنده ساعتها حوالي 58 سنه او 57 سنه. فبالنسبه له لا، انا لازم اتقاعد الاول، انه وقعد كتير قوي يشتغل، فطبيعي المينتاليتي بتاعت الالمان اللي هو انا عايز بقى اشتغل، عشان يعني انا لو سبت الشغل قبل سن التقاعد فانا مش هاخد معاش او حاجه يعني. اللي هو انت بتتكلم في 6 سنين، يعني كل شويه بيأخروا اصلا سن التقاعد، 62 63 64 وصل 67 كمان دلوقتي عشان حد يتقاعد في المانيا. فهو بالنسبه له كان لحد 63، فامتى وبتاع، موضوع صعب وكده. وهي عندها والدها هناك ومرتبطه بيه، بس هو برضو في مدينه تانية، ممكن تشوفه 3 مرات في السنه مثلا. حياتهم اصلا كلها هناك، جيرانهم، حتى لو ما فيش تواصل بالشكل اللي احنا متعودين عليه، بس شغلهم الموضوع كان فعلا صعب يعني. هم استغربوا في الاول بصراحه يعني. تمام. ده كان تقريبا في 5 يوم انا فيه هناك. في اخر بقى خلاص قبل ما اسافر، فتحت معاهم الموضوع تاني برضو، اللي هو انا عاوز اشوفكم يعني خلاص عايزين نرتب حياتنا هناك. بس سافرت في مصر قصدك؟ في مصر. في مصر وجنبنا يعني، في كل ما يعني احنا ساكنين فين انا هاخد لكم شقه. تمام. خدوا القرار وجم مصر وانت شفت لهم شقه؟ اللي حصل بقى انا سافرت خلاص مصر، لقيتهم بقى بيبعتوا لي على طول ان هم فكروا. تمام. وفعلا يعني هيخططوا وهياخدوا الموضوع بجد، ان هم باذن الله يجوا مصر. بس بقى ايه يعني، عارفه اللي هو البلان اللونج تيرم، اللي هو احنا كمان 6 سنين هنيجي مصر ان شاء الله هنيجي يعني. انت بقى سيبيها لله يعني. بس فعلا كانوا جادين، لان هم قالوا في السفريه اللي جايه احنا هنحاول ان شاء الله نشوف مكان، نشوف شقه، انتوا لو لقيتوا حاجه مناسبه شوفوا يعني، دوسوا في الموضوع وشوفوا وابعتوا لنا وهكذا. ومن ساعتها فعلا احنا بندور، مش بنعمل حاجه، ان احنا عايزين حاجه طبعا يعني حاجة صغيرة، لأن هما 2 بس طبعا الألمان يعني كتب يعني عايز أقولك يعني هما نقلوا حوالي 200 كتاب أو أكتر يعني. هما سافروا، خليني بالترتيب عشان ما ما نساش حاجة. هما خلاص اشترينا لهم الشقة وكل حاجة، الكلام ده من سنة 2018. أنا اتجوزت وحصل بقى يعني احداث كتيره يعني، هم برضو معانا، وكل سنه بيجوا يعني مره وهكذا، لحد بقى ما خلاص يعني قرب 2023 اللي هو السنه دي، بداوا من 2022 يجوا مثلا 3 مرات في السنه. ليه بقى؟ عشان ينقلوا حاجات بقى وهكذا، وينقلوا حاجاتهم والكلام ده كله. والحمد لله هم جم في 2023 واستقروا خلاص الحمد لله. رحت معاهم بقى الهجرة، مصلحة الجوازات والهجرة، والحمد لله كانت نقلوا عفشهم وكل حاجاتهم. احنا اللي جبنا العفش وكل حاجة، احنا يعني كله من مصر ولا نقلوا من هناك؟ من مصر، كل حاجة من مصر، كل حاجة. بس قلتي نقلوا كتب من هناك، هم ما نقلوش غير كتبهم، كتب بس، لكن عفش، أجهزة كهربائية، الحاجات دي كله من هنا حقيقي. وبس ورحنا بقى، خدوا الإقامة سنة، ودي كانت لحظة طبعا يعني مؤثرة جدا. هم عيطوا هناك في مصلحة الجوازات والهجرة. وطبعا ده بالنسبة لي كانت حاجة كبيرة قوي، رحت معاهم كل حاجة، أنا يعتبر يعني معاهم في كل تفصيلة.
احنا طبعا بنشكرك، وهو ده يا جماعه المعدن المصري الاصيل، مش بسنت بس، بسنت واسره بسنت اللي قدموا كل الدعم، وجيران بسنت. شكرا ليك يا بسنت، الحقيقه نموذج مشرف، نشكرك شكرا جزيلا بسنت اسماعيل، مترجمه لغه المانيه، الف شكر ليك. شكرا لحضرتك، ميرسي قوي.